فين هي؟ مش عارف اسال ايش يا ابن امك. تذكر لما قلت لك من فوق كانت هي الحمد لله امتحان 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 100 100 امتحان امتحان الدفعه لكم رقم مفيش خلاص هنرتب 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 على الدفعه ما شاء الله زحمه زحام انا عايز اخش ايوه كنت بتقول ايه بقى؟ ان شاء الله هحاول اقنع ابويا ان ندخل الامتحان بفلوس عشان دي فلوس بجد هتديني صحيح عليه 90 جنيه بقيت السماعه عشان مش عايز يدفعها عليه والله عليه 90 جنيه على فكره الواد ده مادي والله مديله السماعه ب 200 جنيه ومديني 110 عليه 90 جنيه دي اهم حاجه بس عشان مفيش فلوس بين الصحاب والله شاهدين الناس كلها يا ترى هجهز ازاي بقى الامتحان الاي اس اللي جاي النهارده الصبح خلاص شفت الاحفظ فيزياء وانا جاي في المترو هعمل كده مع الاي اس كم شابتر؟ شابترين والله شابترين اه والله في المترو هو بس ايه رايك طيب؟ لو ما جابش اسئله الجايبول تاني هنقفل الفيزا حليت خمس اسئله في السبوي قلت انا كده خلاص خلاص المنهج وانام بدري قعدت على التليفون ثلاث ساعات ما مش عارف انام يا سلام الحمد لله 100 100 والله 100 100 ايه رايك يا اشرف طيب؟ هتجهز ازاي لبكره؟ يعني ماهر بعد الاخر افتكرت ان عندي امتحان فقعدت خليت شويه السلام عليكم بس طب وبكره بالنسبه للاي اس اللي محدش فتحها دي هتعمل فيها ايه؟ هفتكرها بعد العشاء بعد العشاء بالله عليك يا زيز قول لنا ايه رايك في الامتحان؟ قول طب ايه رايك انت في الامتحان طيب؟ زي الفل جميل رايك في الامتحان؟